أعزائي المشاهدين متابعي برنامج في عيونهم، اسمحوا لنا المرة هذه نحلق معكم إلى أيام زمان، أيام يحلقون الطفل ويطلقون أهازيج، أقرع مقيرع طاح في الطاسة، صيح على أمه يبي قرقاشة. أيام أجدادنا كانوا يعتمدون على أعمارهم في المحسن أو الحلاق، كل واحد كان يحلق للثانية، وأيامها أيضا كانوا يعتمدون على أدوات معدنية وكان يسنونها أو يحدونها على أساس تكون صالحة للحلاق. بعدها طورت مهنة المحسن أو الحلاق ودخلت فيها أدوات متطورة مثل الماكينة اللي كنا دائما نستخدمها، طبعا جيل والجيل اللي سبقني، وكان مادة الشب أو المطهر هذا جاهز لنا أي جرح أو شيء كذا، كانت مادة الشب هي اللي المطهر واللي مخففة للألم. على أيامها طبعا مهنة المحسن تطورت ودخلت فيها آلات كهربائية الآن الحمد لله، والتطور طبعا هذا مشهود في كل دولة الإمارات ولله الحمد. لوحتنا وحلقتنا اليوم بتركز على مهنة المحسن من متحف الحرف التقليدية في مدينة خرفكان من سوق شرق القديم، تابعوني. السلام عليكم ابو حميد. وعليكم السلام، كيف الحال؟ حياك الله، عساك بخير. اهلا فيك. رجعنا على ايام اقرع مقيرع. نعم ابو حميد، كلمني على ايام المحسن. قبل كانت عندنا هازيج اسمها اقرع مقيرع. هاي اقرع مقيرع هذا شو هي؟ الطفل الولد الصغير. قول لي اقرع مقيرع شو كانت؟ يقول اقرع مقيرع طاح بالطاسه صيح على امه يبغى قرقاشه. حلو. هاي الهازيج كانت تطلق متى؟ هازيج هاي بال 55. اي ما شاء الله. متى كان يسوون؟ قبل الاتحاد ما طيب. كان اول وين؟ ليش كانوا يقولونها؟ لا هذه عشان هاي فرحه الولد كيف يتحسن. اول كان كله قرع، كان رجال وكان ولد كله ما يحتل يسوي خنافس. لا ما عنده خنافس، طبعا الشعر الطويل كان. اي خنافس طويل ما عنده سوالف، يضربوا الولد يزخوه ويحلقوه. ابو حميد كان لما يحلقون الطفل اظن كان الاهالي يظنون لما يحلقون الطفل اول مره على اساس يطلع شعره اقوى. نعم صح الكلام. ها اذا حلق الطفل هي جو شو له، اول غسلوه بماي، نظفوه من الشعر من الاشياء، هذا جابوا له النيل الازرق. النيل الازرق داخل فنيان، حط كسره صغيره. ها والام هذا على الام دحفت لين ذابت. إذا ذابتها تشل بيديها تفركها حطوها على القرعة كامل على كل دور داير وين مكان الحسن كله كامل مرة، عشان هذا الولد والشعر هذا يقطع الشعر قوي قوية الشعر كثيف. نعم. ويطول وليه كثافة النيل ترى هاي ليه دور للشعر. على أيام أجدادنا أبو حميد، أجدادنا ما كان عندنا حلالي. نعم. أنا أذكر كان يقعدون تحت الغاف تحت هذا، أظن كل واحد يحلق الثاني. نعم صحيح. هذا شو يعني الرياعية الأوليين آبائنا الحلاقة يوم حلقوا الخميس صباح الجمعة. الخميس شمال العصاري مدن العصر بعدين خانة جمع 4-5 فار مثلا تحت عريش ولا تحت غافة ولا تحت شجرة بالنخيل، جابوا له 4 انفار ريايل ياله مع الموس والمكينة وطاسة فيها ماي بلد الراس واحد واحد، خلصت انت دار الثاني ودار الثالث موس واحد. موس واحد هذا الموس إذا حلك رجالين ثلاثة بطلوه سبوا بديهم خندورتهم معاه. ها ليه خلي شوية حار وحطوا مركب مرة ثانية وركب على الحسن الثاني والثالث
هذا حسن براسه، هاي حسن شواربه، لحيته يعدله، مقصه ما في مقص مثل الحين، مقص صغار. بعدها تطورت الادوات ابو حميد. وين اول مقص؟ كان عندنا موس ابو حميد، بعدها جت عندنا الماكينه العاديه. نعم. بعدها نعم. دخلت ادوات الكهرباء. نعم، جت الكهرباء، جت الاساعده، اول ما كانت عندنا كهرباء. صحيح. ما كانت عندها الموس. الحمد لله رب العالمين، طورت الموس وهالماكينه. نعم. بس. طورت الموس. حياتنا علينا عاشوا بهالشيء هذا. صبر ونالوا مساكين. احنا حلقتنا هاي ابو حميد بتكون عن المحسن، ولوحتنا بتكون عن المحسن اليوم. فانت طبعا بتحسن الريال هذا، تسوي قرع ولا شو؟ المحسن بقرع. اقرع انا بقرعك. انا لا الحين بقرع انا الحين بقرع. ولوحتنا ان شاء الله بتكون عن المحسن اليوم، وان شاء الله هذا البطل ما شاء الله حصل تحسينه بلاش. المحسن، مهنة المحسن قديما وهو الاسم المرادف للحلاق في عصرنا الحالي، أطلقه أجدادنا على الشخص الذي يقوم بحلاقة شعر الكبار والصغار وتحسينه. أما عن محلات الحلاقة فقد كانت في غاية البساطة، تتألف من المرآة والكرسي والمقعد الواسع الذي يجلس عليه بعض الزبائن، ثم أدوات الحلاقة، وكان بعض المحسنين لا يملكون محلات تخصهم فيتجولون في الأزقة والشوارع والأسواق وهم يحملون معداتهم معهم في حقائب يدوية صغيرة، إضافة لمقاعد يتم طيها وحملها. يعتبر المحسن مصدرا شديد الخصوصية والسرية نظرا لما يملكه من معلومات يفضفض بها كل من وقع تحت يديه، لكن الوعي الفطري الذي يمتلكه يجعله قادرا على الاحتفاظ بها دون أن يسربها إلا في الحالات الضرورية التي يراها مناسبة. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج في عيونهم،
وعلى أصداء الماضي الجميل وذاك الزمن القديم وأهازيجه. وأقرع مقيرع طاح في الطاسة صيح على أمه يبي قرقاشة. تنتهي حلقتنا لهذه المهنة الجميلة، مهنة المحسن اللي هو الحلاق طبعا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع مهنة جديدة أو حرفة جديدة.